بدر مين طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي الله جليل الله جليل. الله قال عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. والرحمة تكون بإيش؟ الله قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، أما المسيئين رحمة الله عنهم بعيدة. رحمة الله قريب من العادلين، أما الظالمين فرحمة الله عنهم بعيدة. المصلين مقيم الصلاة رحمة الله منهم، تاركين الصلاة، مانعين الزكاة، المزكين، الأتقياء غير الأتقياء، والله عز وجل يا ابني قد لا يعاجل بالعقوبة. من حلم الله نادر أن يعجل الله على المجرم، على المسيء بالعقوبة، بمهل ويهمل وينظر. لكن إذا أتى الوقت ونزلت العقوبة فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه على الأساس وهو سريع الحساب. إذا دقت ساعة الحساب لا عاد تنفع الولولة ولا الاستغاثة ولا الرجاء ولا الدعاء، لأن كل شيء في وقته ينفع، أما في غير وقته فلا ينفع. فالله يصلح العلماء ويصلح الأمراء ويصلحنا جميعا. بدنا نبذل الجهد يا أبي ونصدق مع الله، نرجع إلى القرآن علما وعملا، ونرجع إلى الإسلام اللي كان في زمن النبي، كان إسلام الأخلاق، إسلام المعرفة. كان يهاجر المسلم من مكة للمدينة للعلم، للعلم أنو العلم؟ العلم الذي كان يثمر العمل، للعلم الذي كان يثمر الأخلاق، يثمر النضال، يثمر الحب، الإخاء، وحدة الأمة أمام أعدائها. مين عم يتفكر في هذا الإيمان، في هذه الثقافة، في هذه العلوم؟ لو فكرنا فيها من استقلالنا إلى الآن بثلاثين سنة أو يزيد، لكانت الأمة العربية أمة واحدة وشخصا واحدا. النبي بأقل من 30 سنة، حياته النبوية 20 سنة، حياته التعليمية والإرشادية وهو شخص واحد 20 سنة، 3 سنوات كان مع الله نبوة بلا رسالة، بلا تبليغ، بلا دعوة، بلا تعليم. بعد 3 سنين 20 سنة 10 سنوات تعليم ودعوة وتربية، وعشر سنوات أقام الدولة. أنو الدولة؟ الدولة القائمة على العقيدة والأخلاق، القائمة على التربية والتهذيب، القائمة على الحب والإخاء، القائمة على الحقيقة ونبذ الخرافة، نبذ التفرقة، نبذ الوثنية، التحرر من كل شيء أجنبي، الالتصاق بكل شيء إلهي. بعشر سنوات دولة في ظلال القرآن وفقه القرآن وحد العرب من الأردن إلى اليمن إلى الخليج. 10 سنوات على قواعد القرآن وثقافة القرآن وتعاليم القرآن، 10 سنوات علم وعشر سنوات نضال وبناء الوطن. وأي بناء بنى الدولة؟ بنى دولة للعرب، بناها للعالم، لتوحيد العالم، لتحقيق الإخاء الإنساني العالم، ليكون الشرق أخا الغرب،
والأسود أخا الأبيض، والغني أخا الفقير، والصغير أخا الكبير، والغني والضعيف والقوي والملك والمملوك، كلهم في حق الحياة وفي حق الكرامة سواء. فأتى أبو بكر وعمر وعثمان بأقل من 20 سنة أخرى امتدت الوحدة، توحيد الشعوب على اختلاف لغاتها وأديانها وطبائعها وقومياتها. وصلوا جيوش عثمان، وصلت إلى الصين أو إلى الهند، وصلت إلى إسبانيا، لكن طنجة والمغرب كله صار موحد، من الخليج، من المحيط إلى الخليج، اجتاز الخليج إلى إيران، إلى أفغان، إلى الاتحاد السوفيتي، إلى الهند. هذا كله ب20 سنة من تلامذة سيدنا محمد. العرب، العرب أنو عرب؟ هذنك عرب ونحن عرب؟ أولئك العرب ماذا فعلوا للعروبة؟ كانت قبائلية، كانت وثنية، كانت خرافية، كان سلب ونهب وغارات، مع وجود فضائل في العرب كمان. كان عندهم الصدق، عندهم الوفاء بالعهد، عندهم نصرة الضعيف، ما كان لهم أخلاقهم، ما بننكر، لكن هالأخلاق اللي كانت موجودة فيهم إلى أي حد رفعت مستواهم؟ خرجوا عن كون قبائليين، منعت الحروب داحس الغبراء، حررتهم من الفرس والرومان والأحباش، ما عملت شيء، وحدتهم ما فعلت شيء. أما الإسلام، الإسلام الذي هو علم وأخلاق وإيمان ودستور، مين وضعه؟ وضعه واضع دستور الكون ونظام العالم. 20 سنة من العربي الأول، 20 سنة أخرى من تلامذته، وحدوا العرب كلها، وحدوا مصر معها وليبيا وتونس والجزائر ومراكش، وعربوها، عربوها. هاي لبنان، حرب لبنان دل على أنه في عروبة، في وحدة عربية. انقسموا 20 فئة في كل بلد عربي في وحدة، لا على مستوى الإسلام ولا على مستوى القومية ولا على مستوى العروبة، كلها أسماء سميتموها لا حقائق وراءها. أما عروبة سيدنا محمد العربي الأول، ما العربي الأول؟ النبي ليس للعرب، الإنساني الأول، الإنسان العالمي، الإنسان الرباني، الإنسان السماوي، صنعته وثقفته السماء. السماء ليس العرب أولى عندها من العجم، ولا الهند أولى من المغرب. الله خالقهم وهم عباده، هو أرحم بهم من رحمة الأم الحنون بولدها الوحيد. فبتعاليمه، بتخطيطه، بشرعه ووحيه، صاروا المؤمنون في تواددهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو، إذا رأس الإصبع صار فيها ألم، تداعى وتجاوب معه الجسد بالسهر والحمى. الجسد كله بيتم يقظان، ما بينام من أجل رأس الإصبع، والجسم كله بيصيب الحمى من أجل رأس الإصبع. الآن العروبة هاي 30 سنة استقلال، وقبل 30 نضال عشرات السنين، ما حسن الوحيد، حسنا نشيل الحدود بيننا وبين الأردن، بيننا وبين لبنان، بيننا وبين العراق، بين العراق والكويت، بين الكويت وقطر والأمارات،
كله ادعاء وتمنيات. أما في ظل الإسلام كانت عروبة. أي عروبة؟ عروبة موحدة محررة من الاستعمار ومن الخرافة ومن الرجعية ومن التخلف ومن الأجنبي. بعد انتقلت من العروبة في بلادها إلى عروبة عالمية، عربت مصر وعربت الشمال أفريقيا كلها، حتى سوريا كان الكثير منهم كان يحكوا بالسورياني، عربت سوريا وعربت حتى صار علماء اللغة العربية هم من غير العرب اللي وضعوا القواميس اللغة العربية. التشريع الإسلامي، الكتب الإسلامية معظمهم كانوا من غير سيبويه. أعظم أساتذة النحو يضرب به المثل ما هو عربي، فصاروا يتمنى العالم كله أن يتشرف بهذه العروبة، عروبة القرآن والإسلام. الإسلام القرآني ما الإسلام التقليدي، هل صرنا مذاهب متفرقة ومذاهب هي كناية الآن عن أهواء، سني أهواء، شيعي أهواء، كذا، كل أهواء، كل قبائل. أما إسلام حقيقي والله يا إسلام من كل هذه الأمور براء وبعيد عنهم، وهم أبعد الناس عنهم. فهذا الإسلام الذي دستوره القرآن يخاطبنا، قص علينا الدرس في التاريخ، درس أي درس؟ درس لأمة صلى 4-5 آلاف سنة. شو لما اهتدوا بهدي أنبيائهم، لما اليهود مشوا وراء نبوة داود وسليمان صار لهم دولة، صار لهم عظم، صار لهم كيان. لما فسقوا عن أمر أنبيائهم وصاروا يقتلون أنبياءهم، ماذا حصل عليهم؟ صلت عليهم بخت نصر البابليين، وصلت عليهم بعد ذلك إيش؟ الرومان، وبعد ذلك صلت الله عليهم النبي، مع أنهم كل يهودي حقيقي إسرائيلي هو من ذرية نبي، وهو يعقوب الذي اسمه إسرائيل، يعني كله من أهل البيت. هل نفعهم هذا النسب؟ وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. الله رد عليهم قال قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ما في تفاضل بين إنسان وإنسان في دستور الله، لا بنسب ولا بمال ولا بجاه، إلا بالعلم والعمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للحياة القيمة، الحياة الفاضلة العزيزة الشريفة، لا بل إلى الحياة الأكرم والأشرف والأفضل. ويبشر المؤمنين، الإيمان الإيمان حي، الإيمان الحي إذا كان جزر وشرش الشجرة حي بتطالع ورق ثم زهر ثم ثمر، وإذا كان جزرها ميت فلا ورق ولا زهر ولا ثمر. كذلك الإيمان الحي الحقيقي، الإيمان ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، تظهر بمظهر الإيمان بلباسك، بلحيتك، بصورة صلاتك، بشكلية حجك، إنما الإيمان ما وقر استقر في القلب، تلأ القلب من خشية الله، من نور الله، من ذكر الله، من محبة الله وخشيته، وصدقه العمل. هذا ابني لما صار في المؤمنين الأول
صار لحاله بالنسب، فلان ابن فلان لما صار بالنسب العلمي بالنسب التعليمي انتسب المتعلم إلى المعلم والمربى إلى المربي بنسب الإيمان، الارتباط، الحب، الهجرة. ابن الفارض يقول نسب هو في شرع الهوى، نسب أقرب في شرع الهوى بيننا من نسب من أبوي. فلا ما لم يرجع المسلمون والعرب إلى إسلام القرآن، إلى هدي القرآن، إلى حياة النبي، إلى حياة الصحابة، إلى الإسلام الموحد، ما يفرق بيننا لا شافعي ولا حنفي ولا سني ولا شيعي ولا صوفي ولا سلفي. إذا كان الشيعة حب أهل بيت النبي هذا جزء من إسلامنا، وإذا كان السني عمل بما كان عليه النبي هذا هو الإسلام. أما إذا سني اسم قبيلة والشيعة اسم قبيلة وهي غير هي وهي ضد هي، هذا خروج من الإسلام وهذا تمزيق للإسلام. التصوف السلفية، إذا السلفية أن نكون كما كان عليه السلف الصالح هو ما تدعو إليه الصوفية، وإذا كان الصوفية هو تزكية النفس ومقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فالصوفية هي السلفية. وإذا تقاليد وبدع لا تلتقي مع الإسلام ولا تلتقي مع حقائقه فنحن براء من كل ما يباعدنا عن جوهر الإسلام. إذا التصوف يباعدنا فنحن براء من هذا الاسم. أما أهل التصوف الحقيقيون كانوا هم المسلمون الحقيقيين، كانوا هم المسلمين الحقيقيين. التصوف الحقيقي أن تعمل بصريح القرآن والسنة ظاهرا وباطنا، سلوكا وعملا، نطقا وخلقا، علما ومعرفة، سلوكا وحسا ووجدانا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذا كان تاجر تجارته قائمة على أساس القرآن، القرآن بيقول له بده يكون شريف في تجارته، صادق في وعده، قانع في ربحه، ناصح في بضاعته، مجد في عمله، بيكون من التجار الناجحين. الحاكم إذا كان حاكم على أساس القرآن، على أساس هديه، على أساس أخلاقيته، على أساس تواضعه، إنصافه، رحمته، شفقته على شعبه وأمته، بده يكون من أنجح الحكام، والدولة بده تصير من أعظم الدول، وبتصير دائما كفتها هي مكانتها ومنزلتها هي العليا. الزوجة، الزوج، الأب، الابن، الشركاء، إذا بيمشوا على هدي القرآن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لما الدولة مشت على هدي القرآن، معركة اليرموك اجوا العرب قبائل قبل الإسلام، قبائل متناحرة متقاتلة خرافات، أميين. لما دخل الإسلام مكة كان الذي يقرأ ويكتب عددهم 17 واحد. لما الإسلام فتح مكة، مكة الوثنية كان القراء والكتاب عددهم قديش؟ 17 واحد. لما أتى الإسلام بمبدأ طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما مضى وقت ما بقي في مكة 17 واحد أمي، صاروا كلهم علماء وفقهاء وأدباء، ما هكذا، صاروا معلمين لا لشعبهم، صاروا معلمين لكل الشعوب، نشروا الثقافة في كل شعوب الأرض. وأوروبا الآن وما هي عليه وأمريكا من ثقافة وتقنية
وتكنولوجيا وكل أنواع العلوم كلها أخذوها من العرب المسلمين بإقرار علمائهم وفلاسفتهم وتسجيل التاريخ. هذا الإسلام اللي رق العالم وهو أبو هذه الحضارة. فما أعظم العار وما أكبر الخزي أن المسلم لا يعرف تاريخ إسلامه ولا عظمته ولا ثقافته ولا مكانته ولا قدسيته ولا حيويته. يصير انقلب عدو الإسلام عن جهل وعن غباء وعن حقن استعماري فكري وعن حقن صليبي صهيوني. الإسلام هو أبو العلم، الإسلام هو أبو الحب، الإسلام هو أبو الإخاء، الإسلام هو أبو العمل والإنتاج، الإسلام أبو الزراعة، الإسلام أبو الاقتصاد، الإسلام أبو العلوم والتقدم. لكن الشيخ ما عم يتهيأ لي يكون أستاذ إسلام، أستاذ تقاليد شكلية، إلا من رحم الله ومع فقد أو ضعف الوسائل ومع ضياع الأمة. فأمة لا تعرف تاريخها، لا تعظم رجالها، لا تعرف ثقافتها. فمعركة اليرموك العرب 35,000 و36,000 قاموا أمام أعظم دولة على وجه الأرض، الدولة الرومانية، وجيش الدولة الرومانية 250,000، معهم 100,000 من العرب العملاء، من العرب العملاء، استعمروهم دينيا، نصروهم، نصروهم ما لأجل الدين، ليكونوا أجراءهم وليكونوا أعداء أمتهم يقاوموا تقدمها. أما كمسيحي، المسيحي الحقيقي ما بصير عدو وطنه ولا أبناء وطنه. المعركة بست أيام أنهتها العروبة المسلمة. العروبة المسلمة لكأنه إسلام، ما إسلام القوم، ما إسلام النسب، ما إسلام القبلية. هلا صفي الإسلام كمان قبيل، ومزقوا 50 ومئات القبائل. فلازم نرجع إلى إسلام القرآن، إسلام العلم، إسلام الحقيقة، إسلام الأخلاق، إسلام التربية، إسلام التكافل والتضامن. فأرجو من الله، وهذا ما بيصير إلا برجال، بعلماء، بمربين، تربية صحيحة، بعلوم نقية، بصدق وإخلاص، بتعاون العلماء مع الأمراء. إذا ما تعاونا وأخلصا وعملا بصدق، والله ليضيع استقلالنا، ولحتى نتبزق شر ممزق، ولحتى نتدمر تدميرا كبيرا. ما من طريق وعيد القرآن، من طريق دروس علم الاجتماع ودروس التاريخ ودروس الواقع ودروس ما يحيط بنا من أعداء، وما يحيط بنا هي فلسطين 33 سنة ما عسنا نحرر منها شبر واحد، كل الأمة العربية. وبعض الدول الإسلامية أعلنت الحرب والجهاد الإسلامي. وين الجهاد الإسلامي؟ هي العراق عم تتقاتل مع إيران، راح من الأسلحة والأرواح والأموال يمكن نصفها أو ربعها لو صرف في قضية فلسطين كنا بنحرر فلسطين. فلا بد من الرجوع إلى الإسلام، بس ما إسلام الجمود، ما إسلام التفرق، ما إسلام الأهوائي، ما الإسلام الحزبي. ينقلب الإسلام إلى حزبية، عصبية حزبية، دخل في الحزب مسلم، وإذا أبو بكر ما دخل في الحزب ما بيصير مسلم. هذا إسلام؟ بدنا نطيع الإسلام للحزبية أو نطيع الحزبية للإسلام؟ فابني كلامي خلي يكون لكم للعمل، أنتوا بلغوا، فأنتوا ارجعوا إلى الله بإسلام القلب ثم إسلام العقل بثقافة القرآن،
بسلوكية القرآن، بسلوكية المسلمين الأول: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر، وإلى روح أرواح إخواننا وأحبابنا وأهلنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. واغفر اللهم لنا ولهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.